أحد الأئمة دخل على عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور والذي أنا لست مخلصا له، بالعكس كثير من الناس مخلصون لعمر بن عبد العزيز وهذا اشتباه لأنه لا يخلص له. فرد واحد غصب دارك وسبك، الثاني يجي غصب دارك وما يسبك، هذا الثاني زين صار؟ إذا زين رد داره عليه. على كل الإمام السجادة والإمام الباقر رأى عمر بن عبد العزيز، عمر قال للإمام يا ابن رسول الله اضني. فرد موعظة لا تنسون هالموعظة. الإمام الباقر والسجاد والترديد مني بطبيعة الحال في التاريخ موجود، قال له اعلم أن المسلمين على ثلاثة أقسام، أكبر منك ومساو في العمر لك وأصغر منك، فاجعل أكبرهم أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، فبر أباك وعطف على أخيك وترحم على أبنائك. مضمون كلام الإمام. قال من شوف المسلم هذه ثلاثة أقسام، إما أكبر منك أو مساوي لك أو أصغر منك، إذا أكبر منك قل هذا بمنزلة أبوي احترمه لأنه أبوك، وإذا مساوي لك عمرا قل هذا أخوي احترمه لأنه أخوك، وإذا أصغر منك قل هذا بمنزلة ابني احترمه كما تحترم ابنه. الإمام قال له هذه الكلمة. الإنسان لازم يكون هالشكل. المسلمون تقدموا بالأخلاقيات والغربيون اليوم تقدموا أيضا بأخلاقياتهم. صدق أن كثيرا من الغربيين ما أقول كلهم أخلاقياتهم كلش متقدم، معاملاتهم للناس أخلاقياتهم ما أشبه كذا شيء.